السلام عليكم، رجعت لكم اليوم وصفة جديدة. دجاج مشوي ما يحتاج لتنقيع قبل بيوم، مباشرة تحطوا له الصوص وتدخلوا الفرن. نبلش بالمقادير. عندي هنا ملعقة كبيرة من الكزبرة، ملعقة كبيرة من البابريكا، ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة صغيرة من الكمون، ونص ملعقة صغيرة من الدارسين، وشوية اكليل الجبل، ملعقتين من الزبادي او اللبن، وربع كوب من الليمون، ونص كوب من زيت الزيتون. راح نخلطهم كلهم سوا. خلطناهم وهسه راح نتبل الدجاجة اللي عندي. أنا وخاصلتها طبعا ونظفتها، راح اتبلها كل زين من الداخل والخارج. وهسه راح اضيف هنا عندي بوتيتا مقطعتها حلقات، وعندي هنا بصلاية واحدة هماتين مقطعتها هيك مربعات، وراح احط عليها الدجاجة. ما راح حطيت ملح للبوتيتا لانه اوريدي انا ضفت هواي ملح للدجاج، وهسه راح اضيف الصوص مالته كليته هماتين على البوتيتا، فما يحتاج اضيف ملح البوتيتا لانه ما يريد يطلع مالح كلش. هسه عاديا راح اغلفه بورق الزبدة وبعدين بالسيليفون، وراح ادخله الفرن على درجة حرارة 200 مدة ساعة وعشرين دقيقة. اغلفه كلش كلش زين بحيث انه ما اترك به فراغات حتى يطلع الهواء الحار من عنده، اريده بحيث زين يصير كأنما جدر ضغط. طلعت عندي من الفرن كلش طيبة وسهلة وسريعة، اتمنى تجربوها. اتمنى تضغطون على اللايك وتشتركون بالقناة وتسووا له شير ويا اصدقائكم واحبابكم، وشكرا للمتابعة.